ميكس اف ام. أعزائي المستمعين, رجعنا معاكم حسان من ليش هيب هوب, وتحية كبيرة جدا لفيصل نعماني وزوجته لينا. Thank you very much for coming today and thank you for the support. أعزائي المستمعين, أنتوا تعرفوا أنه حركة الهيب هوب العربي كبيرة جدا, وهذا هو برنامج ليش هيب هوب. نحن بنتكلم عن أنه كيف ممكن ندعم دول الفنانين الهيب هوب ارتست اللي ما يجيهم دعم لا من تي في عربي لا من اف ام راديو عربي, بس الحمد لله ان شاء الله مع ليش هيب هوب ان شاء الله نلعب اغاني حصريه لاول مره تلعب في العالم العربي, وبعض الاغاني تلعب في اول مره في العالم, فهذا شيء كبير. من الاشخاص اللي انا احترمهم جدا 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 شخص اسمه ليث مجالي. ليث مجالي هو مصور وفيلم ميكر اردني, بالنسبه لي هو يعني اكثر من اخ. ليث مجالي سوى أشياء للعربي كيب هوب, هو وزميلي كمان زميله ناصر قلعجي, أعتقد ناصر قلعجي من Immortal Entertainment, عندهم شركة اسمها Immortal Entertainment. حنتكلم مع ليث دحين إن شاء الله مباشرة عشان يفصلنا أكثر عن هو إيش يسوي وكيف قدر يسوي documentation للعربي كيب هوب من خلال الصور وفنان يعني. فليث مجالي تسمعنا. اهلا وسهلا حسان. يا السلام عليكم, كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمه الله, شكرا لاستضافتي معاكم في البرنامج حبيبي. لك ليش هيب هوب يعني يس. هذه شيء عظيم ميكس اف ام انهم اتاحوا لك الفرصه صح انك تعرض الشغل تاع الشباب. صح, تحيه لك ولاهل الاردن مان. تسلم يا عزيزي. بس يعني بالنسبة للمستمعين دحين أكيد يعني ما يعرفوا أنت بالضبط, بالنسبة لي زي ما قلت فنان ومتخصص ما شاء الله في الدوكيومنتيشن حق العربي كيب هوب, فخبرنا عن الجورني حقك كذا بالنسبة لكيف كان العربي كيب هوب وكيف أنت تدعم حركة الهيب هوب بطريقتك الخاصة. في العزيز, أنا بدايتي كانت كمنتج ومونتير سينمائي, دراستي كانت للسينما والتلفزيون في أمريكا, وبعد عودتي من هناك أنتجت واحد من أول الأفلام الأردنية اللي طلعت في العالم, كابتن أبو رايد. أيوة نعم, كان فيلم طويل وربح جوائز عديدة بحدود 28 جائزة عالمية ما شاء الله. وفي هذا الحين كنت أنا لسه بطور مهارة التصوير عندي, شيء بديته من أنا صغير, و بعد إنتاج للفيلم ووجودي على الستة على الفيلم رجعت للتصوير. بدأ شغلي ينتشر في بعض المجلات في الوطن العربي بأشكال مختلفة, يعني ما كانش بالضرورة عن الهيب هوب العربي, ولكن في 2007 كان في شو في عمان, وكان فيه عمر فندم راك توب وذا نارسيسست, يعني الشباب عرب لكن كانوا عايشين في الغرب, وكان من أوائل الناس اللي بدوا شغل في الهيب هوب في الوطن العربي خلنا نقول, أو في الشتات يعني في المهجر. فذيك الرحلة تعرفت عليهم وصورت معاهم, واكتشفت أنه الشباب كمان كانوا عايشين في لوس أنجلوس, وفي الفترة هذه كنا شغالين على كابتن أبو رائد, فبدأت أنا وفي علي أصور مع الشباب. وفذاك الوقت كنت كمان بدور على بروجيكت مطول أشتغل عليه, بالعادة كنت أشتغل في المجلات أقعد أسبوع ممكن 10 أيام أشتغل على مشروع, ولكن كنت بدي مشروع طويل أمضي 4-5 سنين فيه. وكانت هذيك اللحظة يعني لما تعرفت كمان على الشباب, وشي بآمن فيه أنه عندنا مشكلة في الوطن العربي في توثيق الحركات الفنية حركات خلنا نقول. حبيبي ليث, كيف سوري أخطأتك, بس كيف ليش لفت انتباهك الهيب هوب؟ يعني ما شاء الله انت فنان وان شاء الله حنعرض صور, ليش الهيب هوب؟ لانه مش فن مدعوم, يعني فن مش مدعوم على الاف. هو المهم عندي كان انه الرساله اللي عم بوجهوها الشباب كانوا عم بيحكوا عن اللي بيشوفوه في الشارع, اكان من ظلم او استبداد او فساد او كثير مواضيع اللي ما بنتطرق لها في الاغاني. بتعرف الوطن العربي الاغاني معظمها عن الحب حبيبي ميوزك, الغناء عن الاطلال وكل القصص هذه, وهذا شيء ما يعني هذا جزء من الفن وله ناس وله مستمعين, ولكن في ناس كمان بتحب واقع حقيقي عن طريق الموسيقى, وهذا هو الهيب هوب. الهيب هوب لما بدأ في أمريكا في آخر السبعينات كان صوت ناس مضطهدين, السود في أمريكا كانوا مضطهدين, وكان الغناء أو استعمال الهيب هوب
الطريقة اللي قدروا يوصلوا فيها شوي عن مشاكلهم. وإحنا الوطن العربي طبعا الشعر إشي أساسي في تاريخنا من زمان، كان تعرف إذا في المعارك يطلع الشاعر ضد الشاعر تاع القبيلة الثانية ويتعاركوا، ولكن بالشعر. صح. وهذا هو امتداد، يعني الهيب هوب امتداد من هذه الفكرة، إنه الكلمات قوية، الكلمات ممكن تعبر عن شيء كثير حقيقي أكثر من إنه منشغل بس بالحب وأشكال ثانية شوي كمان مرات بعيدة عن مجتمعنا، عرفت كيف؟ صح. أنا حبيت إنه أحرك الحركة لأنه حسيت إنه الشباب بيستاهلوا الدعم ولو بطريقة بسيطة، واللي هي تصويري لهذه الحركة، عشان لقدام بعد 20-30-40 سنة لما العالم تطلع على وقتنا هذا يقولوا إنه في ناس كانوا عم بيحكوا الحقيقة. صح. وعم بيستعملوا الكلمات كسلاح. لا ما شاء الله، انا جالي انه كان عندي شرف انه تو اتند واحضر يعني ايفنتس سويتها في عمان، ووقتها كان في مفاجاه جاي الكترونيكا اللي هو يعني فنان هيب هوب امريكي شهير جدا جبتوه. ليث، سؤالي ليك هو كأنت كهيب هوب ثاني، يعني كواحد يسمع هيب هوب، ايش برايك هو ناقص؟ انا بتكلم على الريكورد ليبلز، ليش ما يجيهم دعم دول الفنانين؟ احنا نعرفهم اكيد، بنتكلم في هيب هوب في لبنان، في عمان ما شاء الله، في 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 في, في السعوديه، في الكويت، في البحرين، في الامارات، يعني ايوه ايش دوله في الوطن العربي اللي صح. فيها وانت ايوه انت عارف هذا الشيء. مش بس الوطن العربي، صح. كيف العالم كله وين ما تروح. صح. ممكن اكون انا في جنوب افريقيا واتعرف على ناس لهم على هيب هوب، خلاص وصلنا بعض، عرفت كيف؟ الهيب هوب أكبر من إنها بس حركة فنية، بتحتاج دعم من الراديو ستيشنز والريكورد ليبلز، وهذا هو المفهوم اللي احنا لازم نغيره أكثر من ما يعني هلا الإنترنت، يعني كثير حتى مثلا أنت ذكرت جاي إلكترونيكا، جاي إلكترونيكا ما جهوش ساينينج مع ريكورد ليبل إلا من جديد، ولكن شهرته ووصل كلماته للناس من خلال الإنترنت. فهلا الإنترنت كثير أهم بتوقع من الريكورد ليبلز، ولكن اللي لازم نشتغل عليه لأنه ندعم الشباب، إنه نفهم العالم إنه الهيب هوب حركة مش بس موسيقية، ولكن حركة ثقافية، حركة علمية، اللي المواضيع اللي بيعرضوها الشباب كثير مرات ما بنتعلم عنها في المدارس. هي في ناس ماخذينها على الكوميرشال سايد، اللي هو اللي بنشوفه على التلفزيون وبنسمعه في الراديو في العاده، ولكن هذا مش هو الهيب هوب الحقيقي، عرفت كيف؟ فموضوع التوعيه كثير اهم بتوقع من انه يكون في ريكورد ليبل مهتم، ولكن لازم از يعني الهيب هوب العربي بتطور انه يصير شركات تدعم، راديوهات بتلعب عشان توصل كمان يوصل الصوت وتوصل الرساله تاع الفنانين هذول، وانا بسميهم شعراء الشارع. لا أكبر ناس ممكن. ليث، سؤالي هو أنتوا آخر حفلة سويتوها تقريبا كان في مصر، Voice of the Street، صوت الشوارع صوت الشارع. فقل لي بسرعة إيش يعني، because لأن صار شيء كذا interesting، إنه كان في venue وسكر وبعدين راحوا الشباب على venue ثاني وتم يعني الناس حبوه يعني. صار إنه كنا مجهزين لشو فيه بحدود 10 performers من أنحاء الوطن العربي، من لبنان، من الأردن، من مصر، من فلسطين. قبل يعني أقل من ساعة من الشو معنا كان كل التصاريح وكل إشي كان تمام، ولكن أجا أمر للنادي اللي كنا عاملين فيه الحفل الإيفنت إنه ما يجيب الشو، فخلال ساعتين كنا ناقلينه لمحل ثاني. واو. وعملنا شو نفس يعني كثير. واو. أجا بحدود 200-300 شخص أجوا بالشارع بيهتفوا هيب هوب هيب هوب بدهم يسمعوا. من جد والله أميزي، يعني شيء رهيب جدا. ليث، أكيد الكتاب اللي أنت بتصوره دحين أو كتاب الأميزنج فوتوغرافي حق العربيك هيب هوب، any ideas إنه متى حنكون نقدر نشوفه ولا ممكن؟ يعني هذا سؤال أكيد كل اللي بيعرفني إنه بشتغل على البروجكت بسأل فيه. أنا من بداية المشروع كنت بدي إياه إنه يكون على مدى 5 سنوات، حركة زي هيك حرام. صح. ما توثقها على فترة طويلة، فأنا بقدر أقول إنه 2012 آخر سنة تصوير، وإن شاء الله بنهاية 2012 بكون خلصت البروجكت. يعني ليث، أنا في الصور صح؟ هو صور وايضا حيكون لا لا لا، انا كحسان انا موجود في الصور صح؟ ممكن
ممكن. حبيبي ليث، ليث مجالي والله it's a pleasure. anything يعني أي شيء تبغى تقوله في مم على ممبر ميكس اف ام وليش هيب هوب اللي هو البرنامج الأول في السعودية اللي يلعب أغاني هيب هوب عربي وريل هيب هوب، يعني anything you'd like to say. والله أنا بشكر جهودك يا حسان وشكرا لميكس اف ام إنه صبرتوني اليوم، وإذا الشباب والمستمعين بحب يشوفوا الشغل تاعي ممكن يشوفوا الويب سايت تاعت الشركة www.immortal-ent.com في البلوج حقي تمبر بيجلي وبلوج تاعي المجالي دوت ووردبريس دوت كوم ونوماديك لينس دوت تمبلر دوت كوم كمان. ممكن تعرف اللينكس موجوده واللي اول ممكن يلاقي فيه. أكيد ليث مجالي دائما شرف اتكلم معاك وسلمي على ناصر أنا. وسلام لاهل الاردن حبيبي. شكرا يا حسن، يلا بيس سلام. الله يقويك. أعزائي المستمعين كان معنا ليث مجالي، بليز سووا له جوجل سيرش لأنه هي إز جوجلبل، جوجلبل يعني شخص ورث جوجلبل جوجلينج. ميكس اف ام